يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مشاهدي تلفزيون دولة الكويت والقناة الثالثة الرياضية منها تحديدا. يوم رياضي آخر وجديد نتواصل فيه معاكم ومن خلال شاشة القناة الثالثة الرياضية وبرنامج واعدون. هذا البرنامج اللي نحاول من خلاله تسليط الضوء على حياة رياضي واعد من الجانب الشخصي والرياضي، أسباب دخوله لهذه الرياضة، كيفية دخوله لهذه الرياضة، أهم الإنجازات اللي حققها، كذلك أهم الصعوبات اللي واجهها وكيفية التغلب على هذه الصعوبات. مشاهدينا الكرام، خلونا نطلع في فاصل قصير وبعد الفاصل إن شاء الله نبلش مع أول ضيف رياضي واعد في حلقة اليوم من برنامج واعدون. معكم اللاعب محمد عبد الكريم الشملان، لعبة المبارزة سلاح السابر، لاعب نادي الغاسية ومنتخب الكويت للمبارزة. تمريننا يكون من يوم السبت ليوم الخميس، يكون التمرين عبارة عن ساعتين، اولا يكون ركض، ثانيا تسخين استرتشات، وبعدها نسخن تسخين المبارزة ونلبس ونلعب. لعبة المبارزة تكون من ثلاث انواع، سلاح السابر، سلاح البي، وسلاح الفوري. سلاح السابر يكون من الخصر للرأس، وسلاح البي من الرأس للرجول، وأما سلاح الفوري يكون من الجسم للجسم ولكن حفر. لعبة السابر خصيصاً تكون اكتساب النقاط يكون باللشت، ولعبة البي والفوري غير، يكونون بالطعن. لعبة البي بالطعن من فوق الرأس للرجول، ولعبة الفوري يكون حفر بالطعن. أصعب تمرين بالنسبة لي يكون هو اللياقة، وأسهل تمرين صراحة يكون لعب المبارزة. طبعاً لبس المبارزة يكون من ثلاث طبقات، طبقة البلسترون تكون طبقة نص، وطبقة الجاكيت اللي هو هذا، وفي طبقة تكون طبقة الكهرباء، بدلة كهربائية عشان الجهاز يستجيب لها. أغلب الإصابات تكون عن طريق الإصبع، ان طقه السيف بسيف او رباط صليبي او تمزق او شد عضلي. التفادي عن الاصابات هذه تكون عباره عن استرتشات افضل والتمرين بطريقه افضل قبل لا تصير لعب البطوله. تمرين المعسكر يكون عباره عن ثلاث مرات باليوم، فتره صباحيه وفتره عصر وفتره بالليل. الفرق بين المنتخب والمعسكر ان المعسكر يكون منتظم والمدربين يكونون معاك طول الوقت، فتقدر تسيرهم باي وقت وتقدر تتمرن باي وقت، وعندك ثلاث مرات باليوم واكل منتظم. اما بالمنتخب تمرينك هو مره واحده، مو نفس صعوبه المعسكر، لان المعسكر يكون فيه شده اكثر. اقوى انجاز بالنسبه لي حققته هو ميداليه الذهبيه اسيا، وثاني انجاز الميداليه البرونزيه لاسيا تحت 17 سنة، والميدالية الذهبية تحت 17 سنة، وحققت ميدالية البرونزية العربية، وحققت كذلك ميدالية الألعاب القتالية في السعودية. كثير من المدربين طوروا من مستواي للأمانة، من بداية المدربين كابتن بلال رحال من منتخب من الأردن، والمدرب بابا تولي من السنغال، والمدرب فيرجل من رومانيا، والآن مدربين إيطاليا. اكثر مدرب طورني صراحه المدرب بابا تراي من السنغال. الان يتم تجهيزنا الى بطوله اسيا تحت 17 وتحت 20 سنه، راح المقامه في الكويت تاريخ شهر 2. يتم تجهيزنا بمستوى عالي وتدريب عالي وتمرين شاق. كانت فيني نقاط ضعف كبيره شوي مؤثره فيني، كانت اللي هي الخشونه، كنت خشن جدا، متوتر، شاد نفسي، والآن الحمد لله يا رب تغلبت عليها وصرت أفضل. أولاً شيء طبيعي لما أنزل اللعب أكون متوتر، أحاول أزيل هالتوتر عن طريق الاستغفار أو عن طريق سماع القرآن. هالشيء أنا أحسه يأثر فيني ويزيل التوتر، ودائماً أقول بسم الله يا رب قبل لا أبدي أي شيء. أعز ميدالية بالنسبة لي طبعاً هي ميدالية الذهبية لآسيا تحت 17 سنة، لأن هذه كانت ميدالية إنجاز غير مسبوق، فهي عزيزة على قلبي حيل، لأن كانت حق الكويت بشكل مو طبيعي.
طموحي ان شاء الله يا رب اوصل الاولمبياد واخذ الميداليه الذهبيه الاولمبيه باذن الله يا رب. قدوتي بالكويت اخوي يوسف الشملان، وقدوتي برا اللاعب الكوري اوف. اوافق بين الدراسه والنادي، احط لي جدول قبل بدايه العام الدراسي انه يكون ساعتين تمرين وساعتين دراسه. عندي العاب ثانيه احب العبها مثل الكره، مثل كره اليد، مثل تنس طاوله، بادل. هذه الالعاب انا احب العبها غير عن المبارزه. طبعا اذا بكون لاعب ناجح لازم اكون واثق من نفسي، ثقتي لازم تكون عاليه جدا، ودائما افكر ان انا افضل واحد وانا اقدر اصير افضل واحد. اللي يشجعني طبعا عائلتي، اولا ابوي عبد الكريم الشملان، ثانيا اخوي بندر الشملان، ثالثا اخوي الثالث يوسف الشملان. هم ابطال بلعبه المبارزه، ابطال اسيا، ابطال عالم، هم اللي يشجعوني بهاللعبه، والحمد لله قاعد امشي على خطاهم انا بهاللعبه. رياضه المبارزه تحتاج جهد جدا عالي، جهد بالتفكير وجهد بالجسد، لانها تعتمد اكثر شيء على المخ. لازم تكون ذكي جدا عشان تلعب لعبه المبارزه. تستفيد من اللعبه هو رده الفعل السريعه والذكاء واللياقه العاليه والقوه الجسمانيه. اسمي محمد عادل عطار، عمري 13، وهوايتي الكيك بوكسينج. انا مستواي الحين كيك بوكسينج حزام الاصفر، ولعبه كيك بوكسينج الحزام مالوتها تبدي بحزام الاصفر وتنتهي بحزام الاسود، وان شاء الله اخذ الحزام الاسود. انا اتمرن 3 ايام بالاسبوع، سبت اثنين اربعة، ساعه ونص. التمارين اللي اخذها هي الدفاع والهجوم. لما تشوف فيديوهات كيك بوكسينج على التلفزيون اتعلم منهم تكنيكات جديده. افضل فايت لعبته مع طالب لانه كان قوي وسريع وتكنيكاته كان زينه. اكثر شخص يشجعني باهلي امي وابوي، واكثر شخص يشجعني بالنادي كابتن احمد الاستاذ. عشان تصير لاعب ناجح باي رياضه لازم تجتهد دراستك وتجتهد بالنادي. والحين مشاهدينا وصلنا معاكم الى ختام حلقه اليوم من برنامج واعدون. عشنا معاكم من خلال هذه الدقائق البسيطه في حياه هذا الرياضي الواعد واهم الانجازات اللي حققها، وكذلك طموحه اللي حاب يحققه على مدى السنوات والبطولات اللي راح يشارك فيها ان شاء الله. كذلك دعوه هذا الرياضي الواعد اللي اقرانا من الشباب باهميه الرياضه وممارسه الرياضه في حياتنا اليوميه. على امل ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات جديده مع ابطال رياضيون واعدون جدد في برنامج واعدون. الى ذلك الحين طبتم والى اللقاء.